خوت بخير، كيصحتو؟ مزيانين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. انتم الاخوان تتشوفوا معايا الكارثه اللي وقعت في دوار اداسيل جامعه اداسيل. انتم الاخوان، الزلزال ضرب البارح هنا. شنقول لك، الناس ميتين ميتين وما لقيناش كيفاش نجبدوهم. انتم الاخوان، شوف، انا لله وانا اليه راجعون. الناس كتطلب هي الاغاثه، ما كايناش. انتم شوفوا معايا دابا، الدوار كامل ومشى، الناس مدفونين تحت الارض، ما لقيناش كيفاش نجبدوهم. واحد الديكور بزاف. شوف هادشي اللي وقع في الدوار كامل، 200 ناس ما مشات كامله. مشكله من لحظه البارح حنا تنطلبوا في الاغاثه، والو. واش كاين شي حد يتصنت لينا ولا يدوي معانا على الاقل، يطمن علينا ولا شي لعب؟ هانتوما الاخوان، شو الضرة ديال السيد مشات كاملة، مسكين نضرب في راسو محلول، شي مدفون ما لقيناش كيفاش نجبدوه. ادعيو معانا الاخوان، ادعيو معانا، الله يرحم بها الوالدين، ادعيو معانا. شو إنا لله وإنا إليه راجعون. شو واحد اضطر من هنا، شو هادشي كاين في جامعة أداسيل. الله يرحم بها الوالدين، اللي يعرف شي حد ولا شي حد، فهمتي، السلطات يعلموهم باش يجيو يعتقونا. أخو الإخوان، الله يرحم بها الوالدين، قلبي دارني، فهمتي، والله إلا دارنا الإخوان. الله يرحم بها الوالدين، اللي شاف الفيديو يبارطاجيه باش يوصل المسؤولين. إنا لله وإنا إليه راجعون. انتم ماذا تشوفوا معايا؟ شوف الله يرحم بها الوالدين، شاف الفيديو بارطاجيه باش يوصلونا على الاقل الاسعافات الاوليه، حيت ما عندناش الاسعافات الاوليه. دابا مازال ما وصلت من 11 البارح، والناس نعسه في الزنقه، فهمتي، كلشي خايف. حتى واحد ما قدر يدخل للدار ولا شي دار مازال، ولا يدير شي محاوله كاع. انا نوريكم الناس فين ناعسين. سبعة ونص ديال الصباح، ومازال تضرب، ومازال الزلزال تيدوز هنا حدانا. الا بقيتو معايا في اللايف راه يقدر تشوفوه. شو الله يرحم بها الوالدين، الاخوان، اللي شاف هذا الفيديو بارطاجي، ولا على الاقل يعلم شي حد يجي يعتقنا. الناس تاع الفم ساكن، كاين اللي توفات ليه مو، وكاين اللي مدفون تحت الارض، ما لقيناش كيفاش نبدوهم. انتم الاخوان، الله يرحم بها الوالدين. اش نقول لكم، ها واحد الديكور بزاف. الحمد لله بعدا لقيت الناس مازال ما نعسوا، الحمد لله، تنشكر الله على هاد النعمات. لقيت الناس مازال ما نعسوا، خرجوا كاملين بعدا. شو خو نور الدين، على السلامة اخو حسين. الحمد لله بعدا العائلة ديالنا مازال مزيانين، وخرجوا بعدا شي تيعتق في شي. الحمد لله بعدا راه مزيان، الحمد لله، ونشكروه. عمي، على السلامة، الله يحفظك عمي، امين. دابا والله الاخواني، الا تنتمشى هنا وخايف، والله الا تنتمشى هنا وخايف، الله يطيح عليا شي، يطيح عليا شي دار ولا شي لعبة. شوف الاخوان، هاني جاي محمد، على السلامة اخويا، الله يحفظك.
كما تشوفوا معايا دوار كاملو مشى كاملو عائلات. كاين اش نقول لك واحد الديكور ليله ديال الرعب. كنا ايضا نتفرجوا في الافلام ديال الرعب تاع شنو الباه واقعيا الاخوان. دابا والله ما قديتش نصبر وحق الله تبكي كي هكا. شوف هادشي من ربعة البارح من 11 نيشان بدات هذيك الزنزال. بقى شي ساعة ولا من 11 حتى للسبعة الصباح وهي تضرب وحدة مورا وحدة. الحمد لله بعد ما زالين عايشين. واحد السيد اش نقول لكم كاين هنا هو ومراته ساكن هنا. اقسم بالله ما عارفين واش حي ولا ميت. اقسم بالله الاخوان تنحلف لكم بالله والسلطه دابا ما كايناش وما كاين اللي يعاون اللي يطلب يمد لينا المساعده. الاخوان شوف الا مات انا لله وانا رجعنا. الله يرحمه مسكين والبهايم ديال الناس كلشي مشى. شوف الله يرحمه مسكين الله يرحمه ويوسع عليه هو وجميع المسلمين وهاد الناس اللي توفوا كاملين. الحمد لله والشكر لله. تنشوف تنعيو تنقول الحمد لله تنشكر الله الاخوان باش تعرفوا الدنيا راه ما ساويه والو. ما بين ليله ونهار ليله ما بين ليله صباح بنادم فقير. هذاك اللي كان عنده صباح ما عندوش هذاك اللي مسكين اصلا ما عندوش زاد حافظ عليه. شوفوا انتم الاخوان الدوار كامل مشى ان شاء الله على الاخ. اللهم يلا تيبانوا لي شي لابيلونس جايين مع اصلا تقطعات الطريق ما لقيناش كيفاش ما لقاوش كيفاش يوصلوا عندنا. ها انتم على السلامة. على السلامة تكون لاباس الحمد لله كما كني بخير. سلم كله الحمد لله. على سلامتكم. سمحي حمي اهلا بخير. سمحي زينة على سلامتك بخير الحمد لله. على سلامتكم. على سلامتكم بخير الله يسلمك. انتم الاخوان الناس مساكين راه فهمتي فشلوا عرفتي شنو هو الليله ديال الرعب فهمتي. ما مشاو لي الكلمات اقسم بالله الا مشاو لي الكلمات الاخوان. ولكن انتم تشوفوا بام اعينكم. شوف هذه الدار هذه شوف مسكين شوف بلاصه خويا بلاصه جامعه اداسيل بالضبط دوار اداسيل جامعه اداسيل دوار اداسيل اقليم شيشاوه اقليم شيشاوه. الاخوان اللي غيعرف شي حد يوصلنا فهمتي. دابا الناس ما عندهمش ما قادرينش مازال يدخلوا للدار ما قادرينش والو ما قادرينش يمشيو للطل ديور يجيبوا اي ما ياكلوا ولا شي حاجه ولا الناس بيتها وفيها البرد. كنقسم لكم بالله الا بيتين في الزنقه. شوف معايا انا دابا تنتجول اقسم بالله الا تنمشي وسط الدوار وخايف خايف لا تطيح عليا شي حاجه ولا. انتم الاخوان شو هاد الدار هادي كلاش ليلى ان شاء الله تجد الفجعه بخير وعلى خير. انتم الاخوان شوف
صار الله يخدمنا والتكامل الله يخدمنا خير الحمد لله على السلامة بخير الله يحفظك شيماء على السلامة شيماء والله إلا هادشي كيقطع في القلب راه سمحتها غي فين الونس بينا غي التصويرة كي نغلق قلبي نشوف حق الله الخاطر امين الله يحفظكم الله يحفظكم الاخوان الله يحفظ الوالدين غير دعوا معنا ودعوا مع دوك الناس اللي توفاو مساكن الله يرحمهم في النار هاي هاي يدرك قلبك والله هاي الحمد لله على كل حال الله إلا تنطلب الله يسمح لنا وبلاد الدنيا وبغيتكم تعرفوا بلاد الدنيا راه ما سويه والو قسم بالله اخويا ما سوي له ما سوي حتى حاجه شوف هاي انا اخويا نمشي من هنا فهمتي نمشي على طول الدوار كامل وراه قلت لك الطاقه ما بقاش كيما كنشوف دابا الناس خارجين على برا ما يقدروش يدخلوا للدار وناس على برا اقسم بالله الا ناسين الناس على برا وفي البرد ضلوا تيدعيو وتيطلبوا الله يخفف علينا ويلطف بينا يا رب هانتوما الاخوان شو الارض شو 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 شو, شو, شو. كاينين الناس دابا ما توفاو تحت الارض ما لقيناش كيفاش نديرو ليهم حق الله الله يرحمهم في هذا النهار يا ربي اسمح لينا يا سيدي ربي يا ربي اسمح لنا حسن اش انت اللي بقيتي انا تفتت على الاد فلم يدرش انا تفتت هاي درت لك فلاش كرماني جمتي ما عارفه والو يزيد قلت السند ما يقال شو 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 الاخوان شو 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 هذا يوم انا الاخوان قلت انا سكت حتى هي وتجيني بالصحه الله بس نحبس الفكرة من البداية طيب ما انا جابو مشكلة دابا هي الانتباه ولكن شكون اللي قادر ما جاي يدخل للدار كل عام شوفوا الاخوان النتيجة كنت اقلبوا يجبدوا هاي البان ديالهم
لقمة العيش الأخوة، والله إلا لقمة العيش. شوف كيف قال لك لا البعاد، أودي ريح ريح أصاحبي، راه نروح عليا كلشي دلوقتي يقول لك لا البعاد. غيمشي يجيب البهايم ديالو، فهمتي، يخرجهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. أييه ها مساكن البهايم اللي ما عارفين والو، مساكن. لقيتو ليه الطريق؟ ها؟ أه؟ انتو فما غرس؟ انتو ما الاخوانا شي يقطع القلب وحق الله. عمي حسين على سلامتك، بخير عمي، الله يسلمك، شي مزيان عبد الحميد. امين. باش عبد الواحد حتى يشاف هشام انا يحكي ما يغلي راه تمتى شر دوري في ست بيتات عرش الغرز ما مزال بيغا هاكا اسمول بيب بيوت كنت دورت ازدا يا اخي او سي ادري شنو ورد يضربي او يوي بيت زكا وهي الحيده جاي يشوف جاي صافو تي دو تي در ديغلي وارد راه يغلي ان شاء الله الراو الحرمان با يرخاس شو راه شو راه شاشر دا دوش هادي مشكله هي تغمرت الدفله شي ضربي نعم يا حسن غلب هذا لا بلد غير اشكو يضرغي.